لهجن الرئاسة يتقدم مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، يتقدم المميز الذي دائما وابدا لابد أن يظهر في يوم للمميزين، يتقدم مع مذيار المركز الثاني. القادمة هنا هيام، هي القادمة، هي الواصلة، هيام يا هيام، القادمة بالإلهام، القادمة بالهيام مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ ثياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي الزعيم في عالم التضمير. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات وغيرت، وصلت قطنة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، يتقدم المميز يبحث عن السيف الذهبي وأن يحافظ على هذا اللقب بعد أن قدم في العام الماضي الوارية وكانت صاحبة اللقب وصاحبة السيف، وفي هذا اليوم سيف ذهبي إضافة إلى المليوني درهم وإلى الرنج روفر. الفوج لكني أرى أفواج قادمة مع المراكز الأخرى من المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات. وصلت الراعبية مع المركز الرابع، يا مرحبا بالراعبية صاحبة الخنجر في ميدان المرموم في الميدان الذكي لعام 2015، ها هي قادمة من أجل السيف الذهبي الراعبية لهجن الرئاسة المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، يتقدم في هذه اللحظات. المركز الخامس يأتي دور تكريم مع المركز الخامس لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من قدم هجن العاصفة وكرم جماهيرها بالنواميس والانتصارات والرموز والذهب كما فعل في الشوط الماضي. كرم الأدهم بالاعتزال لميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة. هذه الخمس المراكز الأولى وما بعد الخمس، ياهي أسماء، ياهي شعارات، ياهي من رموز قادمة ما بعد الخمس المراكز الأولى. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى قطنة، قطنة اللي مع مقدمة الشوط مع المركز الأول مسيطرة، مسيطرة كسيطرة هذا الشعار على المركز الأول وعلى المركز الثاني، وهو من سيطر على هذا السيف والمحافظة على هذا اللقب في الثلاث سنوات الماضية والأخيرة مع زاخر ومع الذيبة ومع الوارية. من تكون صاحبة السيف؟ من تكون صاحبة السيف في عاصمة الميادين؟ هجن الرئاسة تهاجم اللقب، هجن الرئاسة تهاجم السيف. 4 كيلومترات يا صديقي يا مبارك يا بن أحمد، أرجوك أرجوك الذهب بالانتظار، الذهب بالانتظار، خلي أخبارك حلوة، أخبارك حلوة مع شعار هجن الرئاسة المتقدمة والمسيطرة مع المركز الأول ومع المركز الثاني. مذيار مبارك يتقدم مع شعار هجن الرئاسة بذكريات السنين يراودها الحنين من أجل الفوز، من أجل الذهب. المركز الثالث، المركز الثالث شعار سمو الشيخ ثياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، من يقدم هيام والمخرج أسامة الحواري. هذه لقطة جميلة لسيف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة السيف
الذهبي يتلاعب بالأعصاب في معركة الأحباب في يوم الختام، ختامها مسك. فليتنافس المضمرون في هذا الشوط المركز الرابع، رابع المراكز القادمة هنالك من واقع الوصول وواقع الشعار. أوصلت الحبيبة، أوصلت من بعد الغيبة، أوصلت الذيبة، الذيبة وصلت لهجن الرئاسة. يقدمها المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، من قدم الذيبة في عام 2012 ها هو يقدمها في عام 2015 لهجن الرئاسة، لهذا الحمر، لهذا الخطر. السيف الذهبي، السيف الذهبي، المركز الخامس ايضا لهجن الرئاسة القادمة هنالك مع الراعبية، مع مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. العودة الى مقدمة الشوط، العودة الى مذيار، الى مذيار، الى قطنة، الى المقدمة، الى الصدارة، الى المقدمة، والى هيام. هيام يا هيام، هيام سيطرت على المركز الاول، هيام تتقدم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان الزعيم العيناوي، خاطف درع الدوري، ودرع الدوري الثاني عشر مع الزعيم العيناوي في عالم كرة القدم. يتقدم الشعار العيناوي، يتقدم محفوظ بن خميس الجنيبي في التضمير. المركز الثاني قطنا مع المركز الثاني لهجن الرئاسة، مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. يا ابو احمد اخر الامتار، اخر الاشواط، اخر ذهب، اخر لقب، 2 كيلومترات اللي تفصل عن الفوز، تفصل عن الانتصار. المركز الثالث ايضا مذيار لهجن الرئاسة، مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. انتقل الى المراكز القادمة. اوصلت الذيبة، اوصلت الذيبة، خاطفة السيف، الذيبة لهجن الرئاسة. يتقدم المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الخامس اوصلت في هذه اللحظات تكريم لهجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير مقدما لتكريم، ولكن العودة الى مقدمة الشوط الى هيام، الى هيام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. الزعيم يتقدم، محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير. السيف الذهبي، مذيار، مذيار، اتوقع عندها الاخبار في هذا المساء. ولكن قطنة، قطنة غيرت، احتلت المركز الاول لهجن الرئاسة مع مبارك بن احمد بن مايد الخيالي، ومذيار ايضا لهجن الرئاسة. وهيام، هيام لديها رأي اخر، ما بين هيام، ما بين مذيار، ما بين قطنة. الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، السيف الذهبي، السيف الذهبي، ما بين هيام، ما بين مذيار، ما بين قطنة، قطنة، مذيار، هيام. السيف، 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 يا الزعيم، يا المميز، السيف الذهبي، السيف الذهبي. حمر، 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 كل خطر، كل خطر، كل خطر. رشح سعد بن متلع العتيبي، رشح سعدنا، رشح سعدنا. الله يسعدك يا بن متلع، وين ما كنت، وين ما كنت، وين ما مسيت، مع ترشيحك لمذيار. وايضا، وايضا مبارك، 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 مع السيف، مع السيف. هيام، هيام، هيام مع المركز الثاني، ولكن قطنة، ولكن قطنة، ولكن قطنة. هجنوا الرئاسة، هجنوا الرئاسة، هجني زايد، هجني زايد، رحمك الله يا زايد،
وأطال الله في عمرك. الخليفة الخليفة وخليفتنا القائد، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لسيد سمو الشيخ منصور بن زايد ولمعالي الشيخ سلطان بن حمدان. حمر حمر حمر، كل خطر كل خطر. السيف الذهبي رئاسي، السيف انهياني، السيف حمر، السيف خطر. تهانينا لهجن الرئاسة، مبارك يا سيدي يبقى السيف في دارك. هي كده أخباره الحلوة، الرئاسة كده انهياني حمر، الرئاسة كده رمز ولقب، الرئاسة كده مبارك وذهب. تهانينا لهجن الرئاسة على انتزاع السيف الذهبي في هذا اليوم، في أغلى السيوف وأقوى الأشواط. هجن لها تاريخ من ماضي الأزمان، من ليس له ماضي لا حاضر ولا مستقبل له. هكذا مؤسسة هجن الرئاسة، هذه المؤسسة العملاقة التي تخطف السيف الذهبي في هذا اليوم. هنا لحظة الانطلاق، ينبارك ينبارك. إلا أنت ما تغيب، أنت أقرب حبيب للسيف الذهبي. تهانينا لهجن الرئاسة وجماهير هجن الرئاسة على هذا الفوز، على هذا الانتصار. قطنا كما قال لي سطام السهلي، شوف مبارك الخيالي في الأمتار الأخيرة، 12 دقيقة 33 وست أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لقطنا. تهانينا لهجن الرئاسة، شكرا أيها المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، 12 دقيقة 35 أربعة أجزاء من الثانية، توقيت هيام لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. تهنئة أيضا لمحفوظ بن خميس الجنيبي. وثالثا وصلت في مذيار لهجن الرئاسة مع مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، 12 دقيقة 35 وسبعة أجزاء من الثانية. إذن متابعينا الكريم.